مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. موجز إخباري جديد من البوابة نيوز، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالة مودة وإنسانية. كما هنأ الرئيس أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج في برقية تهنئة نقلت اليوم إلى سفارات وقنصليات مصر بالخارج لأبناء الجاليات المصرية. تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إقامة معرض لبيع المنتجات الغذائية المختلفة بشارع الوزارة، ويقدم المعرض منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تساعد في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وأنتجها صغار المزارعين في الريف المصري، وتم تصنيعها من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة. أعلنت الحكومة اليمنية أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ردع ميليشيا الحوثي الإرهابية وقفزها على استحقاقات السلام نحو فتح جبهات حرب جديدة تنفيذا لأوامر داعميها في طهران. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن قوات الجيش دحرت فلول الحوثيين من غالبية المواقع المعدودة التي اجتاحتها وصنعت منها هالة إعلامية للتباهي والتغريب بأتباعها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة في غزة ومخاطر حدوث تصعيد خطير آخر ووقوع مزيد من الخسائر البشرية. وحث بيان صحفي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتزام التهدئة على الفور والعودة إلى تفاهم مات الأشهر القليلة الماضية. ورياضيا، أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن مباراة برشلونة الإسبانية المحدد لها غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إن محمد صلاح يتعافى من الإصابة بشكل أفضل، لكن لا يمكنه أن يلعب غدا. وفنيا، حصد البروم المثير لبرنامج رامز في الشلال للإعلان عن عرض حلقات البرنامج خلال شهر رمضان ما يقرب من 2 مليون مشاهدة منذ طرحه. وقد أثار البروم إعجاب جمهور ومتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرا لمحتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المثيرة التي تواجه النجوم. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.البوابة نيوز.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.